بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا الصباح، وشعارات يا أبناء القبائل وسن اللقاية. وعلى بركة الله ينطلق الشوط العاشر الخاص للقعدان من مسافة 5 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة ومع هذه الأعداد الهائلة التي تنطلق على أرضية ميدان الشحانية. نبدأ مع البداية مع أول الأسماء ومع أول الصدارة. هناك القاضي بشعار راشد بن خميس الغويص السويدي يتقدم مع أول الأسماء وأول التحديات، ثاني المراكز وثاني الانطلاقات. وصل القادم حطاب بشعار ناصر بن عبد الله بن عيسى الكواري يتقدم مع حطاب مع ثاني الأسماء، ثالث المراكز. وصل الباسل عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن عيسى النصر يتقدم مع ثالث الأسماء، رابع المراكز. القادم والمنطلق عذال بشعر علي بن عبد الهادي المشروم المري ينطلق مع عذال مع رابع المراكز، خامس الأسماء. وصل الشبابي طالب بن راشد بن حمد آلف هيده المري. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة والمنطلقة. ولنا عودة مع الصدارة مع أول المراكز وأول التحديات. القاضي على المقدمة راشد بن خميس بن جمع الغويص السويدي ينطلق مع أول الأسماء وأول الانطلاقات، ثاني الأسماء. القادم والمنطلق الشبابي طالب بن راشد بن حمد آلف هيدا المري يقدم لنا الشبابي مع ثاني الأسماء، ثالث المراكز وثالث الانطلاقات. قادم عذال علي بن عبد الهادي المشروم المري يقدم لنا عذال مع ثالث الأسماء وثالث الانطلاقات، رابع المراكز. وصل القادم والمنطلق من يحمل الرقم 57 يندفع مع رابع المراكز ورابع التحديات، سوف نتعرف عليه بعد قليل، خامس المراكز. وصل القادم والمنطلق حطاب ناصر بن عبد الله بن عيسى الربيع الكواري ينطلق مع خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. وأعود إلى الصدارة، أعود إلى البداية، إلى أول الأسماء، إلى أول الأسماء وأول التحديات. يتقدم القاضي بشعار راشد بن خميس الغويص السويدي، يتقدم أبناء الإمارات يتقدمون، ولكن غير من الجانب الآخر الشبابي طالب راشد بن حمد آلف هيده المري يخير إلى أول الأسماء وأول التحديات مع الشبابي، ثاني الأسماء. القاضي هنا مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. يتقدم القاضي مع ثاني المراكز راشد بن خميس بن جمع الغويص السويدي مع ثاني الأسماء وثاني التحديات، ثالث المراكز. وصل القادم والمنطلق مع ثالث الأسماء، قادم عذال علي بن عبد الهادي المشروم المري مع ثالث المراكز، رابع الأسماء، رابع التحديات. القادم والمنطلق مع رابع المراكز، من يحتل رابع التحديات سوف نتعرف عليه بعد قليل، خامس المراكز. وصل القادم، وصل المندفع مع خامس المراكز، ثاير حسين بن علي أبو السيقان المري يتقدم، ولكن أرى الأسماء والشعارات التي خلف دائرة النداء والإذاعة، أرى سيل جارف من قبل هذه الأسماء، من قبل هذه الشعارات القادمة
المتجه إلى الفوز، إلى الانتصار، هلموا إلى الصدارة، هلموا إلى المقدمة. المشروم غير واستلم زمام الأمور مع البداية مع عذال. علي بن عبد الهادي المشروم المري يتقدم مع أول الأسماء، ثاني المراكز الحاسم علي بن سالم بن خنيفر النصيري يتقدم مع ثاني الأسماء، أول نداء وأول إذاعة، ثالث المراكز لوسيل هجن السيلية تتقدم مع لوسيل وقاد، مع رابع المراكز بخيت بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح، وأيضا منبه حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. تنبيه لجميع المشاركين مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ندخل إلى أجواء الكيلو متر الأخير، الله يا الصدارة المقدمة والانطلاق الأول. الحاسم احسمها يا الحاسم، أرى الشعارات قادمة. الحاسم بشعار علي بن سالم بن خنيفر النصيري، هجن السيلية مع ثاني المراكز مع لوسيل، غيرت هجن السيلية انطلقت إلى الصدارة، تندفع هجن السيلية مع البداية. رابع المراكز يا مرحبا بهذا القدوم، يا مرحبا بجود احفيظ بن سعيد بن ناجي المري يتقدم مع جود، مع هنا مع ثانية الأسماء لوسيل وجود، جود ولوسيل اللحظات الأخيرة، ولكن جود مع الصدارة ينطلق والعصاف الابطان. ذياب بن هادي بن صافية يتابع هذا الشعار، يتابع لنا جود صاحب العوايد وصاحب الإنجازات، يتقدم جود بدون أي توامر. الله يا جود. احفيظ بن سعيد بن ناجي المري يتقدم، مشكور يا ابو هادي على هذا الأداء، ونهني ناصر بن عبد الهادي على هذا الفوز والانتصار بدون أي توامر. جود تهانينا والناموس لحفيظ بن سعيد بن ناجي المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وبقيادة ذياب بن هادي بن صافية ثاني المراكز. ثاني المراكز كان وصل ثاني المراكز لوسيل بشعر هجن السيلية، ثالث المراكز كان العابر ماجد بن سعد بن محمد السبيعي، ورابع المراكز وقاد بخيت بن حمد بن علي بن راشد المقارح، وخامس المراكز مساح بشعار علي بن مشرف بن علي العجمي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا لمالك جود على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وبدون أي توامر يكرر الإنجازات إلى إنجازاته الماضية بدون أي توامر. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 7:41 و37 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحفيظ بن سعيد بن ناجي المري، ونهني ذياب بن هادي بن صافية من قدم لنا جود. ثاني المراكز كان لوسيل. التوقيت الزمني 7:43 و67 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن السيلية. ثالث المراكز وصل. العابر. والتوقيت الزمني 7:43 و87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك العابر ماجد بن سعد.